بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. مرحب بكم أيها الأحباء في لقائنا يتجدد مرة أخرى، خاصة أننا احتفلنا بعيد أبائنا الرسل ماري معلمنا بطرس الرسول وماري معلمنا بولس الرسول في يوم 12 يوليو 5 أبيب، وتكلمنا في الحلقات السابقة عن الروح القدس وصوم الرسل وعمل الروح القدس في الكنيسة. اليوم بنعمة الله هنكمل موضوع مهم، وهو أيضا الامتلاء بالروح، وحشرح هذا الأمر ليه إحنا بنتكلم عن هذا الأمر حتى وبعد ما انتهى صوم الرسل. وهنا أقول إنه الامتلاء بالروح ليس مرتبطا فقط بفترة محددة هي صوم الرسل. قبل أن أبدأ في هذا الموضوع الامتلاء بالروح، أحب أشير إلى نقطة ألفت إليها النظر، إنه بعض الأحباء تكلموا عن موضوع انطفاء الروح. هل معنى كده إنه الإنسان لما بتبعد حياته تماما عن الله هل بينطفئ الروح زي ما قال الكتاب المقدس؟ يعني هل الروح القدس بيفارق الإنسان بعد أن يخطئ أو يبعد تماما في حياته عن الله؟ هنا أريد أن أوضح نقطة بسيطة قبل هذا الموضوع اللي هنبتدي فيه، وهو إحنا قلنا ثلاثة مراحل في تعاملنا مع الروح القدس: لا تقاوم الروح، وبالتالي حتى لا نحزن روح الله القدوس، ولا نصل إلى النتيجة الأخيرة وهي أن نطفئ الروح. وقلنا نطفئ الروح يعني بمعنى ان احنا بنوقف عمل استنارته فينا، وده كان بسبب ان احنا دايما نقاوم الروح. نقاوم الروح اي لا نسمع لصوت الروح القدس وتوبيخ الروح القدس وتنبيه الروح القدس لنا عن الرجوع عن للرجوع عن الخطيه والتوبه، وبالتالي بيؤدي الى انطفاء الروح. يعني بنوقف عمل هذه الاستنارة، يعني بنبتدي نستسهل الخطية ونشرب الاسم كالماء زي ما بيقول الكتاب المقدس بدون شعور ولا إحساس بالخطية. وهنا أقول أن الروح القدس لا يفارق الإنسان المسيحي مهما أخطأنا، ولكن بيحزن علينا، وبالتالي ينطفي عمله فينا من خلال، لأنه بيكون في عملية عدم تجاوب مع عمل الروح القدس. الروح القدس ينبه ونحن لا نستجيب، الروح القدس يوقظ ونحن غافلين نايمين، الروح القدس يعطي قوة للإنسان ولا يريد الإنسان أن يتعامل مع هذه النعمة وهذه القوة. عشان كده فينا الروح القدس ولكن لا يفارقنا، وبالتالي منتظر نوع من التجاوب من الإنسان. إذا مهما أخطأنا فعندنا فرصة إن احنا نرجع. عشان كده الكوباية اللي قدامنا ده سراج، عبارة عن سراج مليان بزيت. كل ما احنا الزيت ده بيخلص بتنزل الشمعة لتحت، وبالتالي إن لم نملأ هذا الزيت أو هذا السراج بالزيت مرة أخرى، هنلاقي في الآخر إنه الشمعة بقت تحت خالص لدرجة إن إحنا مش شايفينها. لكن احتياج الإنسان في حياته حتى وإن أخطأ أن يرجع هو أن يملأ هذا السراج بالزيت مرة أخرى. وزيت السراج دي هو أعمال الحب، الروح القدس الناري بيبقى عمله ملتهبا فينا ما دامت حياتنا وما دامت رغبتنا وما دامت أحشائنا كما يقول الآباء تتجاوب معه بالحب من ناحية الله وبالحب من ناحية الناس. هذا ما أردت أن أوضحه بخصوص انطفاء الروح. انطفاء الروح لا يعني مفارقة الروح القدس لنا، ولكن محتاج ومنتظر تجاوبنا معه وملي السراج بتاعنا بالزيت مرة أخرى، وبالتالي نكون كالعذارى الحكيمات اللي كانوا سهرانين والسراج بتاعهم مليان بالزيت. هذا ما يختص بعمل الروح القدس في حياتنا. أما موضوعنا النهاردة بنعمة المسيح وهو الامتلاء بالروح. طيب السراج ده بكل شوية بينقص الزيت، يبقى إذن محتاج الإنسان أن يملأه بالزيت.
وفي آية صريحة عن هذا الأمر في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس أصحاح 5 وعدد 18، ويقول: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلؤوا بالروح. إذن عملية الامتلاء بالروح القدس هي عملية مستمرة، وليست اختبار فقط حصل اختبار مميز في حياة الإنسان واكتفى الإنسان بهذا الأمر، ومش بيحصل مرة واحدة في حياة الإنسان وانتهى الأمر. احنا قلنا قبل كده انه الإنسان في سر الميرون لما يتمسح الطفل أو الإنسان الكبير بزيت الميرون معناه أن يسكن الروح القدس. دور الإنسان هو كيف أن يملأ هذا السراج بالزيت، أي يعطي فرصة لكي ما يمتلئ بالروح. عشان كده لو جينا للترجمة الحرفية للوصية هي كده: كونوا ممتلئين بالروح، كونوا ممتلئين بالروح. لربما هذا الأمر يبدأ باختبار مميز في حياة الإنسان، لكن يجب أن يستمر معه في اختبار حياة يومية. إذن النهاردة وأنا عشت بنعمة الروح القدس في حياتي، ده ما ينفعش أن أنا أقول كده كفاية وده يكفيني لبكرة. لا، بكرة لابد أن يكون في عملية تجديد الروح القدس أو تجديد الامتلاء بالروح القدس، وهي دي رغبة الإنسان، وده اللي احنا بنصليه كل يوم في بداية كل يوم وفي بداية كل ساعة: قلبا نقيا نخلقه فيها الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي، في مزمور 50، مزمور التوبة. دي حياة الإنسان في الواقع يا أحبائي، دي حياته على الأرض، أن الروح القدس يقوم بعمل يومي في حياة الإنسان، بل أقول في كل لحظة وفي كل ثانية. كيف يمكن للإنسان المؤمن أن هو يمتلئ بالروح القدس؟ لعلنا تكلمنا عن هذا الأمر ونستطيع أن احنا نرجع ليه في عظة عيد العنصرة أو عظة الصلاة السجدة، تكلمنا عن الامتلاء بالروح. ولكن النهاردة أريد أن أحط هذا الامتلاء وكيفية الامتلاء في نقاط عملية بسيطة يستطيع كل إنسان أن يتذكرها، ولكن نستطيع أيضا أن احنا نرجع للعظة حتى نستطيع أن احنا نكون صورة كاملة، ليست في صورة عظة ولكن في صورة خطوات عملية. معلمنا بولس الرسول لما بيخبرنا عن هذا الأمر في رسالة أفسس، وكأنه بيقول لنا كده الامتلاء بالروح محتاج أنك أنت تفتش عنه، محتاج أنك أنت تبحث في الكتاب المقدس، محتاج أنك أنت تطلب من الله، محتاج أنك أنت تترك حتى تمتلئ. وده حنجي ليها في تشبيه آخر في هذا امتلاء. نأخذ خطوات عملية، والخطوة الأولى وهي التوبة يا أحبائي. لكي ما نمتلئ بالروح لابد أن نخلي قلوبنا، نخلي حياتنا. بمعنى التوبة أي نعترف بالخطايا اللي معروفة في حياتنا واللي دايما بنصلي عنها، بنقول له كده: الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لينا، اللي صنعناها بإرادتنا وبغير إرادتنا، بمعرفة وبغير معرفة. من الطبيعي لا يمكن أن يعمل الروح القدس بحرية في حياة لإنسان بيتساهل مع الخطية أو لا يكترس بالخطية ويعمل ويريد أن يعيش في الخطية. صعب أن يكون هناك لا شركة ما بين المسيح وبليعال، ولا شركة ما بين النور ومع الظلمة، لا شركة ما بين الحياة مع الموت. إذن إن كنا نريد أن نمتلئ بالروح لابد أن نترك الخطية وعقوبتها بالتالي الموت، ونقول له كده: قلبا نقيا اخلق فيها الله، يعني أعطيني يا رب حياة جديدة. وده اللي قال عنه معلمنا بولس أم يوحنا الرسول يا أحبائي في رسالته الأولى وأصحاح 1 ومن عدد 5 إلى العدد 9، يقول كده: هذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به، أن الله نور وليس فيه ظلم البتة. إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة، معناه إن احنا نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن
إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا أننا لسنا بلا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا، ولكن إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا كل خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إذن يا أحبائي، محتاج الإنسان أن يقول له النهاردة يا رب توبني يا رب فأتوب، آتي إليك يا رب وأنا مقر بكل ذنوبي وبكل خطاياي. الخطوة الثانية وهو تقديم الذات لله. يعني إيه؟ يعني بدل ما أنا اتجاهي كان في طريق العالم وطريق الشر وطريق الخطية، أقول له لا يا رب أعمل يوتيرن. يوتيرن زي الإنسان اللي بيسوق بيغير الاتجاه بتاعه، والتوبة فعلا تغيير اتجاه وبالتالي تقديم ذواتنا لله. والكلام ده مذكور يا أحبائي في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا وأصحاح 12، ويقول في عدد 1 و2: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية أمام الله عبادتكم العقلية، وبالتالي لا تشاكلوا أهل هذا الدهر بل تغيروا، ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. ماذا يريد الله منا يا أحبائي؟ الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة حق يقبلون. الله يريد أن نحيا بالروح ونمتلئ بالروح. عشان كده النقطة الثانية ده بيتطلب تسليم كامل لإرادتنا وفهمنا وجسدنا ووقتنا ومواهبنا، كل ما أعطانا لنا الله نتسلم ونقول يا رب تصرف فيه بكما يحسن لك وكما يحسن في عينيك. ودي كل ناحية من نواحي حياتنا يا أحبائي يجب أن نخضعها لعمل الروح القدس لكي ما يقودها ويوجهها بحسب ترتيبه الصالح. النقطة الثالثة وهي قلنا نفتش في كلمة الله، بمعنى زي ما قال معلمنا بولس الرسول أيضا في كولوسي 3:16: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. يعني ده بيتطلب مننا أن احنا قراءة الكتاب المقدس، مش مجرد قراءة ولكن أن ندرس، أن نطيع، أن نسمع لصوت الله. يوم ما تسكن كلمة المسيح فينا بغنى يا أحبائي تلقائيا النتائج اللي حتطلع وهي امتلاء بالروح القدس. أتذكر قصة لأحد الآباء من قام في شخص عجوز راجل كبير في السن، كان كل ما الناس تصب عليه أو تمر عليه وتصب عليه أو تمس عليه لا ينطق بأي شيء سوى من كلمات الله في الكتاب المقدس. اللي يقول له صباح الخير يقول له كده لتسكن في كلمة المسيح بغنى. اللي يقول له يا عم فلان محتاج حاجة يقول له كده المسيح لا ينسى تعبكم من أجل المحبة. يبقى كل حاجة كان ليها رد من كتاب مقدس، وده نابع من الامتلاء والشبع بكلمة الله بغنى أحبائي، فتخرج في حياة الإنسان وبالتالي تتطهر شفاهنا وتتطهر أفواهنا من أي ما شيء لا يرضي الله وكل ما هو للعالم. يبقى نعترف أي نتوب، نقدم توبة، نقدم ذواتنا، التسليم كامل لإرادته ومشيئته. كلمة المسيح تسكن فينا بغنى. أخيرا علينا أن احنا نخلي أنفسنا من الذات. في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس أصحاح 2:5 ويقول لنا كده نبص للمسيح. المسيح هو مثالنا، ترك لنا مثال لكي نتبع لخطواته. ماذا عمل رب المجد يسوع؟ يقول كده في فيليبي 2:5: ليكن فينا فكر المسيح. ليكن فينا فكر المسيح. ماذا كان في فكر المسيح وماذا فعله المسيح؟ فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. ماذا فعل؟ إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى ذاته، أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. نخلي أنفسنا
ولعلنا نتذكر قول السيد المسيح له المجد: من أراد أن يكون لي تلميذا فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. بصوا معي لهذا السراج حماية، لعلنا نلاقي تحت هنا في لون مختلف مية وفوق زيت. حابين ان احنا نملأ الكوباية بالزيت، لكن عمره ما الزيت ملأ الكوباية ولكن فضلت مية. نفس الحكاية الجزازة اللي قدامنا، لو حابين ان احنا نملاها بالمية كان لابد ان احنا نفرغ الهواء منها عشان نستطيع ان احنا نملاها بالمية. هكذا يا احبائي، عشان نملأ وعاء معين او اي حاجة بسائل واحد لابد ان احنا نفرغه من القديم، السائل القديم، عشان نملاه بالسائل الجديد. هكذا لابد ان نفرغ نفوسنا من زواتنا اذا اردنا ان احنا نمتلئ بالروح. يعني ايه نفرغ زواتنا؟ يعني اقول له يا رب حياتي دي مش بتاعتي، حياتي دي ملك لي. ماذا تريد يا رب ان افعل؟ ماذا تريد يا رب ان اتمم؟ ما هي ارادتك ومشيئتك؟ ما هي خطتك لحياتي؟ لا يكن لا أنا بل المسيح، كما قال معلمنا بولس الرسول: لا أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. عشان كده لابد ان احنا كل يوم ان احنا نراجع حياتنا. هل يا ترى انا براجع نفسي؟ مش معناه ان انا اكره نفسي ولا اكره ذاتي، لا، احب ذاتي من اجل المسيح اللي احبها واسلم نفسي لاجلها. عشان كده احب ذاتي لكي ما اخلصها، وليس احب ذاتي على حساب محبتي للمسيح. وهنا أختم بقول لأحد الآباء معلق على هذا الموضوع، يقول كده: فكما تركتم عبء خطيتكم واسترحتم على عمل المسيح الكامل، هكذا اتركوا أيضا كل عبء الحياة والخدمة مستريحين على عمل الروح القدس الجاري في داخلكم. ليس تواكل بل هو اتكال، وليس استسلام بل هو تسليم. لابد أن نخلي بالنا لهذا التعريف. ليس هو تواكل يعني ما نعملش أي حاجة ولا نجاهد ولا ونقول إحنا متكلين، لا، ده اسمه تواكل. لا، نتكل على عمل الروح القدس، نسلم لقوة الروح القدس الجاري في حياتنا. يقول يكمل، يقول: لذلك ضعوا أنفسكم كل صباح تحت سيطرة الروح القدس واستريحوا، مسبحين مستودعين زواتكم للرب لكي يدبر نهاركم ويعتني بكم. دي كانت حياة آبائنا القديسين اللي أخلوا ذاتهم، اللي سلموا حياتهم للمسيح. مش بالضرورة نحن نترك العالم عشان نمشي للبرية أو الرهبنة، ولكن فيما نحن في العالم، لكن نبدأ يومنا وصباحنا باستمرار بالتسليم والاتكال على الله. عودوا أنفسكم خلال النهار الاتكال على الرب وإطاعته بفرح، متوقعين منه أن يقودكم وينيركم ويقومكم ويعلمكم ويعمل فيكم ومعكم ما يريده. دي صورة حياة التسليم والاتكال والامتلاء يا أحبائي. وبالتالي في الحالة زي دي، يوم يمتلئ هذا الإناء نلاقي هذا السراج مضيء باستمرار، وعندئذ يصهر فينا ثمر الروح القدس كما يريد لمجد الله. وهذا هو موضوع لقائنا المرة القادمة: ثمر الروح القدس في حياتنا، وكيف ينمو الروح القدس داخلنا. ليبارك الله في هذه الكلمات ويعطينا أحبائي حياة مليانة ومستنيرة بعمل الروح القدس الناري. قل له كده: يا ربي هلما تفضل وحل فينا واملأنا من كل نعمة، واملأنا من عمل روحك القدوس، وطهر نفوسنا. لك كل مجد وإكرام وسجود يا رب من الآن وإلى الأبد.